السلام عليكم. بصراحة الزملكاوية دول أمرهم غريب وعجيب، يقعد يقولك نظرية المؤامرة، وصل الدولة بتتآمر علينا والبلد بتتآمر علينا والأمم المتحدة بتتآمر علينا، وهم عندهم مخالفات تم حل مجلس مرتضى منصور بسبب المخالفات دي. وبالمناسبة المخالفات دي مخالفات قديمة من سنة 92 وتم الترمخة عليها، وجه يوم الحق ان المخالفات دي تطلع ويتعزل مجلس مرتضى منصور اللي اضر بنادي الزمالك، اللي عمل مخالفات جسيمة محدش يعرفها الا في الحلقة دي. خليك معانا لنهاية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد الماتش. النهارده احنا معاكم في حلقه جديده، بس في البدايه لو زملكاوي واول مره تتفرج علينا فاكيد هيسعدني اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس، وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. في البدايه لازم اكون صريح معاكم واعترف لكم ان مفيش حاجه اسمها نظريه المؤامره. الزمالك عنده فعلا مخالفات، الزمالك عنده مخالفات من سنه 92 تم الترمخه عليها وتم التكتم عليها، وانا هنا عشان اكشف لكم المخالفات دي. سيبوا الزملكاويه يقولوا زي ما هم عاوزين نظريه المؤامره والكلام ده كله، انما انا هنا هتكلم بصراحه وبما يرضي الله. هنبدا من سنه 92. سنه 92 الزمالك اخذ بطوله الدوري، سنة 93 الزمالك أخد بطولة الدوري، وأخد بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأخد وكسب الأهلي ذهابا وعودة، يعني كسب الأهلي ماتش الدور الأول وماتش الدور الثاني. سنة 94 الزمالك أخد السوبر الأفريقي من الأهلي في جوهانسبرج، القضية الحقيقية بتاعت أيمن منصور، في أول نهائي قاري بين الأهلي والزمالك، ويتوج الزمالك بكأس السوبر الأفريقي، زائد إن في سنة 94 برضو الزمالك أخد بطولة الدوري. فكده الزمالك أخد الدوري 92 و93 و94 زائد كده شوية بطولات كده إيه معاهم في الزحمة. إيه اللي حصل سنة 95؟ تم حل مجلس إدارة نادي الزمالك. تمام؟ تمام. لا صدفة. اللي حصل ده كان صدفه، والزملكاويه عندهم نظريه المؤامره. تعالوا نخش من سنه بقى 95 بعد ما مجلس اداره نادي الزمالك اتحل لغايه منتصف او النص الاولاني من 2001، حوالي 7 سنين او حوالي 7 مواسم. الاهلي اخذ الدوري 7 مواسم ورا بعض دول في عز حل مجالس ادارات نادي الزمالك. طيب من سنه بقى 2001 الزمالك رجع ياخد الدوري، سنة 2002 الزمالك أخد الكاس والسوبر الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا، وكان سنة 2002 الأهلي ما خدش الدوري لأن الإسماعيلي كان هو بطل الدوري. تمام؟ تمام. في 2004 الزمالك أخد الدوري وأخد كأس الأندية العربية وأخد السوبر السعودي. إيه اللي حصل في 2005؟ ما تقوليش. آه والله، تم حل مجلس إدارة نادي الزمالك. إيه ده؟ هي دي المخالفات؟ اصبر معايا بس. المجلس كده اتحل مرتين، والمرتين كان الزمالك الكيرف بتاعه عالي وكان بيكسب البطولات من الأهلي، بل وكان بيكسب الأهلي نفسه. تم حل المجلس يا سيدي المرتين دول. طيب تعالوا بقى نروح للمرة الثالثة. بدأت المرة الثالثة إمتى؟ بدأت في 2015. الزمالك أخد دوري وكأس في سنة 2016، الزمالك أخد الكأس والسوبر المصري على حساب الأهلي. 2018 الزمالك أخد كأس مصر. 2019 بقى، ودي كانت سنة الخطورة، الزمالك أخد كأس والزمالك أخد السوبر المصري من الأهلي، والزمالك أخد السوبر الأفريقي من الترجي، والزمالك أخد الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، وكسب النادي الأهلي 3-1 في المباراة الشهيرة بتاعت أهداف مصطفى محمد وزيزو وأسامة فيصل. إيه اللي حصل في 2020؟ قبل مباراة دوري أبطال أفريقيا المباراة النهائية، إيه اللي حصل يا سيدي؟ ما تقوليش أيوة والمصحف، أو المصحف. اللي حصل في 2020 بقى يا سيدي، قبل المجلس ما يتحل على طول وقبل المباراه النهائيه بتاعت النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا الزمالك والاهلي، ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا سيدي ان تم تهريب باتريس كارتيرون
مدرب الزمالك. صدفة؟ صدفة صدفة. تمام، ايه اللي حصل تاني؟ تم الحجز على أرصدة نادي الزمالك عشان اللعيبة ما تاخدش مستحقاتها. صدفة؟ يا عم اهدى عليا. اه بقول لك صدفة. الله، ده انت بتقاوح قوي. طب الحاجة التالتة ايه؟ تم ابلاغ المجلس وابلاغ اللعيبة قبل المباراة ب 48 ساعة ان المجلس تم حله. حله يا حله، ان المجلس تم حله. نزلت الفرقة، يا مولاي كما خلقتني. فالمرة التالتة على التوالي اللي يكون الزمالك كيرفه عالي ويتم حل مجلس إدارة نادي الزمالك. الزمالكاوية عندهم نظرية المؤامرة، صح؟ عارف أنت لو بتقول كده، لو أنت بتتفرج عليها دلوقتي وبتقول الزمالكاوية عندهم نظرية المؤامرة، اعرف على طول إنك بني آدم ما عندكش ضمير. اعرف إنك بني آدم مدلس. اعرف إنك بني آدم مش متصالح مع نفسك وبتكذب. أنا جبت لك 3 وقائع، كل ما يكون الزمالك فوق يتم حل مجلس إدارته 3 مرات ورا بعض، وآخرهم كانت في 2020، ولازم كانت الناس تنام مبسوطة. لازم الناس تنام مبسوطة، لازم الناس تنام مبسوطة. كابتن خالد بيوم المحترم عمل تويتة حلوة قوي بيقول فيها إيه؟ منذ 2005، هو يا كابتن خالد منذ 92 مش 2005، هو بس الكابتن خالد من كترهم مش عارف يعد. منذ 2005 الزمالك من أكثر الأندية في الشرق الأوسط التي تعرضت مجالسه للحل. لماذا؟ عشان الناس تنام مبسوطة يا كابتن خالد. وبعدين بقى قال إيه كابتن خالد؟ بيقول سؤال إلى كل المعنيين بالرياضة المصرية، محدش هيرد عليك يا كابتن خالد يا محترم، عشان لازم الناس تنام مبسوطة 3 مرات. كل ما الزمالك يكون طالع لازم الزمالك يتكعبل ويتذبح، ومجلس ادارته يتذبح ويتحل، وجمهوره يتذبح. ليه ده كله؟ عشان الناس تنام مبسوطه. ادي مخالفات مرتضى منصور اللي تم حل مجلس ادارته عليها، بصراحه مخالفات بشعه. كان لازم مرتضى منصور يمشي من على الساحه، لان مرتضى منصور اصبح يمثل خطوره على البعض. مرتضى منصور هو الحاجز قصاد انبساط الناس، فلازم يتشال عشان الناس ايه؟ الناس تنام مبسوطه. دي مخالفات مرتضى منصور اللي كنت عاوز اتكلم مع حضراتكم فيها، ودي مخالفات نادي الزمالك من 92. عندك التاريخ، عندك جوجل، خش على اي حاجه انت عاوزها هتتاكد من صحه كلامنا. نظريه المؤامره، فكر كانك بيب بيب. وصلنا لنهاية الحلقة. في النهاية لو زملكاوي وبتحب دايما تتابع أخبار الزمالك وملخصات وتحليلات مع بعض مباريات نادي الزمالك، فأكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناة وتفعيلك لزر الجرس. وفي نهاية الفيديو، لو الفيديو عجبك أكيد هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. وأشوف حضراتكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم.